شبيبة تاع الجزائر، شبيبة تاع الجزائر غالية وعزيزة. صحيح. بصح ضاعت. ما كاينش خدمة، ما كاينش سكنة. كاين غير دعاوي الشرحة تاع الجزائر. راني قلت لك الحاجة ياك. نعم. كسواب. نعم. راني قلت لك هو الرئيس في وهران تعهد وقسم بالله. قال بإذن الله في خلال عدة 2 مليون سكن نوجدها إن شاء الله و 600 ألف سكن ريفي و 450 ألف منصب شغل فهذا هذا واش راهم يحوسوا الأولاد هذه تتنفذ هاو تعهد بها ماشي هضرابة لا لا ينفذ لازم تتنفذ داير مشاريع كبرى خشة في بتحنا راهي ضايعة راه داير مشاريع كبرى اللي بلعتنا توجدنا مناصب شغل يقراوا جامعيين ما شاء الله ويخدم في القهوة جامعي ويكنس في الزنقة المهم ياك راها توعد قال من سبتمبر نرفع المنحة نتاع البطالة لزوج ملايين حتى ندبر الشغل والشغل قال بإذن الله 450 ألف منصب نوجدها للشباب ندعو ربي يوفقه هذا هو ندعو الله التوفيق له كلنا نتعاونوا هذه بلادنا صحيح ماشي بلادي ما نهدر الله أكبر ماشي وليداتي ما نهدر والله لا صحيح هذه الله يحفظ خوتنا